الا قلت لك كوالالمبور شنو غادي يجي في بالك؟ طبعا غادي يجي في بالك واحد المدينه اللي كبيره، تخيل بيتروناس، العمارات، المولات، مدينه اللي كبيره ومتطوره. ولكن شنو كاين في الجانب الاخر؟ في هذا الفيديو غادي نتعرفوا اكثر على حياه الناس الشعبيين هنا في كوالالمبور. غادي نشوفوا فين كيفطروا اول حاجه، حيت دابا الصباح، هذه هي الحاجه اللي غادي نبداو بها. ومن بعد غادي نمشيو للفيلاج، واحد الفيلاج كاين هنا في كوالالمبور وهو اخر فيلاج في هذه المدينه. هذه كاع الفيلاجات اللي كانوا في هذه المدينه ريبوهم وبنوا في بلاصتهم عمارات كبار. فالمهم غادي نمشيو لهذا الفيلاج هذا وغادي نشوفوا كيفاش دايره الحياه في الجانب الاخر ديال كوالالمبور. اوكي دابا وصلنا لبلاصه اللي معروفه هنا كيفطروا فيها الناس الشعبيين. كان حتى واحد الواد هذا هو اللي دايز حدا المسجد اللي مشينا ليه في اول فيديو، مسجد جامع. نشوفوا المهم شنو باش كيفطروا الناس الشعبيين هنايا وناخذوا بحالهم. في هذا الفيديو غادي نعيشوا الحياه ديال واحد من لوكالز. هاد الشيب اللي عندهم عامر. الو هاو ار يو، السلام عليكم. كان يحب وان تيتاي عند روتي تشناي كشام. اوكي يا يا وي ايت هير. هذا الخبز سي طارق نايس. اوكي نقلبوا على شي بلاصه الاخوان، هادشي راه مفرقع بالناس حيت دابا الوقت ديال الصباح كلشي كيفطر هنايا، عاد كيمشي يقرا ولا يخدم. غنوريكم غير الطريقه باش كيقادو تي طارق. هاي 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 في الاول اتاي ومن بعد كيزيدو الحليب. اوكي ثانك يو. هانتوما تي طارق بالرزه ديالو بالكشكوشه. واش كاين جينيريتور هنا؟ الو ذير از نو وان هير. اوكي اوكي اوكي. الو الو السلام عليكم. هاو ار يو؟ اوه فاين فاين. يو سموك فور سيجاريت؟ ياه. واو اه عميقه ما عميقه. My name Jamal. Jamal. Jamal the legend. Jamal. هذا الاخوة المهم احنا ما قدرناش الاشارة تبغي هذا باغي يخرج على صحته في مرة واحدة كي كيفين 4 ديال الكارويات في مرة واحدة. Morocco. Morocco. Yeah. I know Morocco. You've been there? 1989 or 8 from Jakim. I love any people, younger people. Me too, we love you. Yeah, I love you too. Thank you. Bye. You from Kuala Lumpur? No, I'm from Perak. Where? Perak, Kuala Ganga. Okay, nice to meet you. Yeah. You are coming here every day for breakfast? No, I'm not business. I'm Musafir. اوكي مسافر دي حاجه فطري. هاو ذا الفطور ديالنا وصل الاخوان. This is mine. Thank you. تريو ماكاسي. هذا هو الفطور المعروف عندهم هنايا. بانجي. بانجي ان مالي. اوكي نايس. المهم كيعطيوك هنايا روتي بحال المسمنة اللي شفتو معايا بزاف الفيديوهات. كيعطيوك هاد الصوص هادي وكيزيدو معاه شي مرقة أخرى وكيعطيوك جوج اوماليطات ولكن ما كيطيبوهمش مزيان.
هذه هي الحاجه اللي سبيشال في هذه، ما كيعطيوش ديك الاومليت اللي ناجمه، ولكن الاومليت اللي مازال ما طيبش مزيان. اول حاجه انت خصك تخلط هادشي كامل بحال هكا. اعتبر خوت هادشي نخلطوه، ما نحكموش على المنظر، ما نحكموش على المناظر، حتى ندوقو نعطيكم الراي ديالي في هادشي. Is it same? Yeah, same. Yeah. Special, special. Special. Okay. You from? Morocco. Morocco. Yeah. YouTuber, YouTuber. Yeah, yeah, YouTuber. I have to mix everything. Yes, yes, yes. Okay. أول مرة دينا كل هذه أكلة هذه. هذا تطرع ديجا شو بعد في الفيديو اللي هو ديجا جربناه. ما مختش على ذاك شيء مهم اللي تجرب. لكن نجرب هذه، نخلطوا هذا الشيء مزيان. ما قلت لكم ما نحكموش على المنظر. طيب ناضي الاخوان، ناضي ناضي، ما عرفتش كيفاش ندير نوصف لكم هذا. بعيد على المذاق ديال الاومليت، كيفاش كتخلط الاومليت المسمن، كتحط فوق منه واحد الصوص وواحد المرقه، ما عرفش كيفاش نسبه لكم المذاق، ولكن مذاق اللي ناضي صراحه. واخا حار شويه الصوص هذا اللي زادني هذا الحمراء حار. واحد السيدات هنايا جاو باغيين يريحوا وشافوني قرب انساني، ولكن قلت لهم غاب بلي ما تسنى ورا غادي نزيد واحد اخر. وين ار يو فروم؟ اندونيسيا. اندونيسيا. ويتش بارت؟ ميدان. سوماترا اوتارا. سوماترا. وردي بنين. جاكرتا. جوجا. سورابايا. باني وانجي. And Bali, yeah. Medan, Prapat. Medan, Toba. Inshallah, maybe next time. Okay. Inshallah. We are here for vacation. Okay, enjoy. أشبه لكم الخوت غادي نمشيو مازال غادي نرجعو لإندونيسيا، معرفتش واش من مورا ماليزيا ولا المهم إندونيسيا مازال عندي شي بلاصة خصني نمشي نصورهم. كما كتسمعو كلشي كيهضر، كتلقى الناس هنايا كيجيو قبل ما يمشيو تما كيفطرو كيهضر مع بعضياتهم، من بعد كيمشيو. وهذا محل معروف كيجيو بزاف ديال الناس. You are coming here for breakfast every day? No, every day once, no matter. Okay, nice, nice. Because you're not living in this area. Okay, okay. Me too, I just came here to try this. I see. One more, additional. Yeah, I eat. And it's delicious. Yes, nice, nice. I like it. It's the first time I try it and I like it. That's why I ordered another one. All this is one show? Really? Wow. It's famous. قليل بقى أن هذا محلات أنت ما كتشوفها مازال الناس على طول هذه البقعة هذه وكلهم كليان ديال هذا المحل هذا. تبارك الله. هذا ما نقول بوحدك غتلقى مع مزهر هنايا، الناس هنا كتكسف بلا وحده بحال عائله، تشوف بحال شي افطار جماعي. You are coming here every day? No. No, first time? Many times already. How many times? So you like this food? Yeah. Nice. Oh, no, for the food first time. This special is first time? Oh. Okay, how is it? Delicious. Yeah, me too, I like it. Because I saw you eat, so. Oh. I see you order second one. So you trust my chef? Yeah. Okay, you know what? I already had one, but because I like it, I order another one. One I eat too much. It's okay, you're slim. Yeah. Me, I'm lucky. My body becomes. Yeah. For me, even if I eat too much, like it's normal, you know? I look normal. You look still normal. I'm lucky. Lucky man. Yeah. How old are you? What do you think? 20 something? Yeah, of course, but this something, I want to know this something. 23. No. 25. Yeah. Oh boy. No, no. Like my daughter 21. Oh, okay. Nice. اش كدير انت تما؟ والو. تاني فطور نمشي نشوفو شحال هادشي ونشارك معكم الاثمنه. كي نايس تو ميت يو. نايس تو ميت. باي. هاد الجوج اللي خديت ب 10 لا 10 80 تقريبا 11 رينجيت. اوكي. ثانك يو.
زعما كاسين ايوا ما تبقى زعما رحت تبقى مرياح تبقى عاصر عندك الكاس ديال اتاي ما تقصيتش في حالتك حيت راه الناس كيجيو كيبقاو يتسناو هنا ايت اوكي ثانك يو الو هاو يو عاد حتى ما كيتسنى باش يخوش الكرسي عادي عادي يريحو تبقى هذه كامله ديال هذا المحل هذا بلاصه شعبيه صراحه عجبتنا هذه البلاصه هذه غا بعيده شويه من البلاصه اللي ساكن فيها انا اما نبقى نجي نفطر هنايا في الصباح المهم دابا سالينا المرحله ديال الفطور دابا شفنا الناس الشعبيين فين كيفطروا دابا غادي نمشيو للبلاصه فين كيسكنوا وغادي نشوفوا داك الفيلاج اللي قلت لكم دابا جيت للوصل باش نوريكم البلاصه فين كاين ونوريكم الفيلاج غادي نمشيو ليه فين كاين شوفوا معايا واحد الجسر هنايا ها هو دا صغير وكتشوفوا هاد البنايات هادو اللي كبار وفي وسط هاد البنايات هادو في وسط هاد المحيط هذا اللي كتبان فيه البلاصه متحضره كاين هاد الفيلاج هذا غادي نقطع هاد الجسر هذا والفيلاج كاين في هاد البلاصه هادي وصلنا للنقطه اللي غادي نعبروا فيها للجانب الاخر مورايا غتشوفوا واحد لايف ستايل غتشوفوا العمارات الابراج غتشوفوا البيتروناس اللي معروفه بهم كوالالمبور واحد الابراج اللي كبار بزاف وفي الجانب الاخر غتلقى هاد الفيلاج هذا اللي سميتو كامبون بارو هو اخر فيلاج كما قلت لكم كاع الفيلاجات اللي كانوا هنا في كوالالمبور حيدوهم وبنوا في بلاصتهم عمارات هذا هو الفيلاج الوحيد اللي بقى غادي نمشيو غادي نكتشفوه غادي خصنا ندوزو من هاد الجسر هذا اللي كيجيو الناس كيضربوا فيه التصاور في الليل وفي العشيه دابا ما كاين حتى شي واحد فهاد النقطه بالضبط الا كانت عندك واحد الفيو فيها 360 درجه فهاد الجهه غتشوف واحد اللايف ستايل وفي الجهه الاخرى غتشوف واحد اللايف ستايل اخر مختلف دابا دخلت لوسط الحي وكيبان لي هادشي من الدخله ديالو قال المحلات سادين اليوم شنو واش من اليوم واقيلا اليوم الخميس اليوم الخميس تلفوا لي عليا مات الاخوان اليوم الخميس ولكن كيبان لي هادشي واقيلا من بعد غاد الدخله ديالو حتى انا ندخل للداخل نشوف دوك البلايص اللي فيهم الناس الشعبيين وتلقى معاهم انتما كتشوفوا دابا هنا كتلقاو ثاني واحد البنايات مختلفين شويه بحال هذا المنزل هذا كاع المنزل بحال هكا كتلقاو ثاني واحد اللايف ستايل شويه مختلف على داكشي اللي كتشوفوه في الجانب الاخر كتسمع غير شويه ديال الاصوات السلام عليكم السلام هاو يو وات از ذات وات از ذات ذيس وان يا chips. Yeah. From potato? It's potato? Potato? Yeah. Okay. Potato. It's dry potato. Homemade. Homemade. Okay, nice. Okay, have a nice day. Bye. Bye. هذه البطاطا في شكل كيبسوها كيقطعوها كيبسوها ما عرفتش واش طيبه ولا لا دابا الشريخان بدات تطيح نقلب على شي بلاصه مازال ما لقيتش حتى ريستور بعدا ندوزو فيه شويه ديال الوقت اي برو كان اي سيت هير اي ما كاسي نريحو في واحد الكرسي هنايا واحد الحاجه لوحد التليفون راه في راه بنادم قليل قليل انا كفوت التصوير شويه كنتمنى ما تطولش الشتاء باش نكملو التصوير باش تعرفوا الاخوان هذا هو السبب علاش ما صورتش بزاف د الفيديوهات في هذه المده تقريبا دوزت انا شي 20 في ماليزيا ويلا صورت شحال الفيديو ديال الفيديو الاول الفيديو ديال العيد الفيديو فاش مشيت لبوتراجاي يعني ثلاثه الفيديوهات في هذه المده كامله هذا هو السبب الصباح مثلا كيكون عندي شي حاجه نقضيها وفي العشيه كطيح الشتا هذا هو السبب علاش ما كنصورش بزاف وهنايا الشتا كطيح يوميا علاش غادي نصبر شويه كنتمنى ما تطولش باش نرجع ثاني نكملوا دوره في هذا الحي هذا ومن كيف ما قلت لكم هذا الفيديو بغينا غنشوفوا الجانب الاخر وتقربوا شويه من الحي ديال لوكس ولكن اللي لاحظت في هذه الدقائق اللي تمشيت هنايا الناس قلال اول حاجه و ما كاين بحال شي اجتماعيين ولكن ما نحكموش غنصبروا شويه حتى تقف الشتا ونكملوا الجوله ديالنا هنايا عاد تما غادي نحكم انتما الخوت والله ما تفهم شي حاجه في هذا الجو ديال اسكا انتما دابا عاتري الشمس هانتوما وقفات الشتا مع وقفات الشتا جات عاوتاني الشمس تقدر مثلا تبقى الشمس واحد الساعة ولا 40 دقيقة وتجي عاوتاني الشتا هنا الجو كيتبدل دغيا بعد هنا شنو كيبيع الو هايو هادو عندهم هنايا الو واش انسايد ذيس ساموسا؟ يا تشيكن تشيكن It's halal? Yeah, chicken halal. Okay, okay.
Can I try one? هانتوما الشمس عاوتاني. المهم نجربوا هذا الساموسه هذه. ما عرفتش هذا شبه ليا في الهنود. تقدر تكون هذه ساموسه هنديه. السلام عليكم. الحار الحار. اوكي اي ويل ايت ات ناو. اتس اوكي. شوف هاد الساموسة هادي سخونة هادشي يعني يلاه طيبينو. كنظن انه في الصباح كيكونو هاد الشوارع ديال هاد الحي هذا خاوي حتى العشية وفي الليل عاد كتكون زايا هنايا. المهم جربو هاد الساموسة هادي ولكن كتقطر بالزيت الاخوان. المهم قال لي الدخل ديالها دجاج. بسم الله. Is this Malaysian food? Yeah, all is Malaysian. It's all? Okay. هادو كيحطو هاديك الروز مع شوية ديال الخضر والدجاج. How much الساموسة؟ 150. اوكي. هادي برينجي تونس اللي تقولنا هي 4 درهم بحال هكاك 0.4 دولار. السلام عليكم. How are you? You sell small quantity watermelon? Small quantity. Yeah. زعما ناخد عندو شي 4 ديال الدلاحه ناكلها هنايا ولكن بان لي انه ما كيفهمش. How much this? 10 4 kg. Small quantity. How much? Like I want to try 4. Just how much? 4 1 2 3 how much? Litre. Huh? Litre. No, 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 I pay. I will pay. I want 4. Yeah, okay. قال لي انا غنجرب هذه الفاكهه هذه. عمرني شفتها صراحه. Name what do you call this? Mata kucing. Yeah. 1 2 3 4. Okay. I will sit here with you. انا رايح معاه. What is your name? Anas. Oh, my name is Ibrahim. ضربوا هاد الفاكهة اللي قلق بلا سميتها تنسى هاد الحوايج تسميها شوية ما سهلاش. فاش كتقصر كتحيد لها القشرة ديكور ديالها تولي بحال العنبة شوية. بحال هاد الفواكه هادو ماليش تلقاهم فشي بلاصة من غير آسيا. هادوك الغابات الاستوائية بحال الأمازون بحال هاي الشكل ديالها. بسم الله. ما عجبتنيش في نفس الوقت ماشي زعما خايبه. ما عرفش الاخوان ما عرفش كيفاش نوصف لكم الوذاق ديالها. بحال باسله بحال حلوه بحال مره. تخيل معايا واحد الفاكهه كتجمع فيها هادشي كامل. هذا مذاقات كامل هادشي علاش تخربقت. ما عرفش كيفاش نوصف لكم المذاق ديالها. اوكي هاو ماتش؟ ها؟ هاو ماتش؟ No, 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 I pay. Ah. I pay, how much? Ringgit, ringgit. Okay, half kilo, how much? Half kilo. Half kilo, 5 ringgit. 5 ringgit, okay. No. I pay. Yeah. I pay for that, okay? Thank you. Yeah. Terima kasih. Yeah, yeah. Have a nice day. نشوف هاد الجهة أخرى. المهم غادي نجيب لكم دويرة. بغيت نوريكم أنايا كوالالمبور كيفاش دايرة عاوتاني. راه ماشي كلها. وداك الديكور اللي كتعرفوا انا متاكد انك فاش كتشوف او لك كتسمع كوالالمبور غادي تخيل داكشي اللي قلت لكم في الاول. بنايات كبار واحد اللايف ستايل شويه اللي عالي ولكن فيما مشيتي ضروره تلقى بحال هاد البرانات هادو. احياء اللي فيهم ناس شعبيين كيعيشوا عاوتاني واحد الحياه اللي شويه هي ما نقولش بسيطه حيت هاد الكلمه شويه كذن انا قاصحه على بلاصه بحال هادي. هانتوما كتشوفوا واخا احياء شعبيه ولكن كتلقى فيها على الاقل الناس كتلقى عندو حديده يعني عندو دار. هانتوما تشوفوا دار مزيانه نقيه ماشي دوك البارتمات اللي كبار ولكن دار عايش فيها هو والعائله ديالو. وهنايا ها ثانك يو ماي بيكتشر. نو بيكتشر اوف مي. اوكي يا اوكي بليز ثانك يو. نو دونت ووري. اوكي ثانك يو سو ماتش. ويلكم يا كونتينيو. اوكي يو كونتينيو اولسو. واش كاين هذا خونا هذا قال لي ايا انت واش هادشي التصويره ديالي؟ قلت ليه لا. قال لك لا عندك تصورني. قلت ليه لا انا ما صورتكش. قال لي اوكي يلاه سير كيما الطريق.
هكي تيبان شويه من طريقه الهضره ديالو تيبان شويه زنزان تيباش نورمال. كنت باغي نقول لكم هاد الحي هذا شكون اللي كيسكن فيه هو المالاي والاندونيسيين اللي جاوا لهنايا او لا الماليزيين اللي اصلوا من اندونيسيا والمالاي المهم المسلمين عشان تلقى تقريبا واحد النسبه كبيره هنايا مسلمين ما غاديش تلقى هذوك الهنود ما غاديش تلقى الصينيين. باش تعرفوا الخوت واحد الحاجه هنا في كوالالمبور واحد المنطقه خاصه بالصينيين سميتها تشاينا تاون كاين عاوتاني بلاصه اخرى ديال الهنود سميتها ليتل انديا الهند الصغيره وكاين عاوتاني واحد البلاصه سميتها بوكيت بينتانغ بحال هكا تيسميو بحي العرب كتلقى فيه دوك المحلات اولا لي ريستورون ديال الاكل ديال الشرق الاوسط. ما المسلمين الماليزيين راهم فارقين هنا في كوالالمبور وفي هاد البلاصه هادي كتلقاهم غاوم بحال قلتي كل فئه اولا كل عائله داير واحد البلاصه خاصه بهم كتمشي ليها كتشوف الثقافه ديالهم. حتى الا مشيتي ليتل انديا غتلقى الهنود غتلقى الاكل الهندي غتلقى المعابد ديال الهندوس مشيتي عاوتاني تشاينا تاون غتلقى عاوتاني البنايات فيهم كتابه بالصينيه تلقى ماركات صينيه تلقى كل شيء صيني. مشي عاوتاني لبوكيت بينتانغ حي العرب كيف ما قلت لكم غتلقى فيه الاكل العربي وغتلقى فيه العرب بزاف. هذا هو المسجد ديال هذا الحي هذا ولا هذه المنطقه هذه غتبقى تشوف هذا اللوغو هذا الرايه ديال الولايه ولا ستيت ديال كوالالمبور كل شفتوا معايا في الفيديو الفايت كل ستيت عندها رايه ديالها. الفكره حتى هي انه هاد الناس اللي خدامين هنا ولا اللي ساكنين هنا كلهم خدامين تقريبا في هادشي ديال الاكل كتلقاهم فاتحين هاد المحلات هادو كيبيعوا الاكل. اي برو بيس اند لوف فون كامبومبارو ليغاسي كامبومبارو ايزي كال ليغاسي يا ثانك يو السلام عليكم. السلام عليكم. ماكو سلام هاو يو فاين الحمد لله الحمد لله يا ثانك يو بيس اند لوف يا اوكي يا ثانك يو يو تو هاف ا نايس داي. المهم كتلقى ناس اجتماعيين كتلقى تاني الناس يعني ما جيتيش انت هضرتي معاهم هادشي في اسيا كامله كاينين الناس اللي كتجي كتهضر معاك يعني تلقائيا يعني خصوصا فاش كتكون هاز الكاميرا كاين عاوتاني اللي كيكون شويه مرغاب ولكن الا هضرتي معاه انتيا كيهضر معاك عاوتاني كيوريك عاوتاني واحد الشخصيه اخرى. المهم هاد الحيده شنو بقى لينا فيه غنجيبو دوره في واحد الطريق هنايا وغادي نقلب على شي حاجه ناكلها باش نشارك معكم بعض الاكلات ديال اندونيسيا. قبيله فطرنا بديك روتي تشناي كيكلوها الماليزيين في الفطور غنقلبو عاوتاني على واحد الاكله سميتها ناسي ايام ولا ناسي غورين كاينه حتى في اندونيسيا غادي نحاول نلقاها هنايا. السلام عليكم. هاو ار يو مراكو يا هاو ار يو اهلا وسهلا عرب سعودي عربيه يو مين فروم ذا ميدل ايست نو نو ام افريكان اي افريكا يا اوكي ثانك يو كريم ماكاسي افريس داي. السلام عليكم برو. هادشي اللي قلت لكم كاين الناس اللي كتجي تهضر معاك تلقائيا كاين اللي كيتسناك تهضر معاه انت. هادي قالت لي راه كتشبه السواعده الخليجي ديال الشرق الاوسط فينا هي العمامه فينا هي chicken chicken soup هذه soup ديال الدجاج نايس عطونا الدجاج القداش حي طيبوني فيه ما نشوف شنو عندهم هنايا اوكي ماليزيان فود رايت Okay, maybe I will come back later, okay? Okay, bye. هادو ما كيفتحوش حتى العشيه هادشي كيطيبو كيما شفتو معايا كيطيبو واحد الكونتيتي اللي كبيره كيوجدوها للعشيه. هادو من هنايا سوبر ماركت صغير اللي كيما قلت لكم حي شعبي في كوالالمبور. شنو عندهم هنايا عاوتاني الحلوه هادي انواع ديال الحلاوي بحال هذيك كنت كنشوفها في المغرب صح
Assalamu alaikum. Just I want to show you. Just thank you. Terima kasih. I'm sorry. هذه شي حوايج مصيرين. هذه موروكو. يا مغرب. You know right? يا هذو لعيبات مصيرين. ما عرفش هذو قال شي فواكه. مانجو. مانجو. This one is mango. This one mango. This one papaya. Oh. هادو كيديروا مانجو حتى هو كيردوه بحال الحامض مصير. This they eat it as a dessert or they cook it. Like this. This papaya. Papaya. This one also papaya. Chili. Chili. Spicy. Yes. Oh, spicy. هنايا كلشي كيحطو فيه الحار. هنايا فواكه مخلطينها مع الحار وكيخلوها تصير وكيبيعوها. غوابا. غوابا. Yes. Okay. Yes. تري ماكاسي. Welcome. Thank you. Take care. How many days in this year? In Malaysia? 2 weeks now. 2 weeks now. Yeah. I spent here last 10 days in Ramadan. Oh. In Ramadan. I like Ramadan here. Okay. Nice. Okay, thank you. Terima kasih. Have a nice day. واحد السيدة قلت ليها أنا بغيت غنوري هادشي للمشاهدين ولكن واخا كانت جالسة صراحة السيدة لا عمرها دار نات وبقات تعطيني المعلومات على داكشي اللي عندها تما. أجمو كيفما قلت لكم الأحياء الشعبية في كوالالمبور واخا تلقى حي شعبي ودارهم صغيرة ولكن كتلقى عندهم الحديد هانتوما كاع هاد شوف شحال من منازل هنايا كاينين واحد جوج ثلاثة أربعة كلهم تقريبا عندهم حديد. السلام عليكم. You have menu? Okay. ويلا لاحظتوا واحد الحاجة؟ هانتوما كاع الأكلات فيهم الرز. الأكلات كلهم فيهم الرز. ناسي أيام. أسيا. مونديت واحد الأكلة سميتها ناسي أيام. واحد الأكلة اللي معروفة هنا. نحاول نصور لكم كيفاش كيقادوها. تمايتو صوص هاي مقلة هو الدجاج. هذا هو الشكل النهائي ديال الاكله ديالنا. دابا شفنا الشكل نشوفوا المذاق هو اهم حاجه. كما قلت لكم قبيله الصباح فاش كيس هذيك الاكله كتبان غريبه انا كيهمنيش الشكل اهم حاجه هو يكون المذاق ناض. بسم الله واخا هادشي يلا محطوط من البقله سخون. بسم الله. كوكا كولا اوكي ثانك يو. بالي زرب على الدجاج هذا ما خلاش يطيب. شوف فاش كتسمع واحد حاجه مشهوره عقلك كحط واحد تيتوقع شي حاجه بزاف. كون عمرني سمعت بهاد ناسي ايام هادي وما كنتش عارف انها معروفه غادي ناكلها غادي نقول ناضيه. ولكن فاش سمعت انها معروفه ومشهوره توقعت شي حاجه كبيره ولكن بان لي عادي يعني روز وخضار ودجاج يعني ما كاينش شي حاجه سبيشال زعما فهمتوني. ولكن نقدر مثلا يكون هذا ما عرفش يطيب حيت كيف ما قلت لكم زرب على الدجاج ما خلاش يطيب. هي اكله زوينه ولكن عاديه هذه هي الاجابه ديالي. ولكن غادي نعطيها فرصه شي مره اخرى شي بلاصه زوينه نجربها ومن بعد عاوتاني غادي نعطيكم الراي ديالي في التجربه الثانيه. You can't talk. المهم هذه حسبها ليا بواحد 18 درهم بحال هكا. اوكي. تريما كاسي. ثانك يو. تريما كاسي. سما. اوكي هاف نايس داي. اوكي. From موروكو. يا. يو ماليزيا. اندونيسيا. اندونيسيا. هادشي اللي قلت لكم قبيله بزاف ديال الناس هنايا من ماليزيا. ويتش سيتي اندونيسيا. جاكرتا. اتشي. ان جافا. اندونيسيا اتشي. جافا. ان جافا. ان جافا. اوكي. نايس تو ميت يو. السلام عليكم. وعليكم السلام. موروكو اسلام. يا مسلم. مسلم. الحمد لله. المهم هادشي اللي كان على خوت كان هذا الفيديو على الجانب الشعبي. هذاك الجانب الشعبي ديال كوالالمبور هذه ما كنركز عليها. هنايا مدينة كبيرة مدينة متحضرة بزاف.
صعيب باش تلقى في هذوك الاحياء الشعبيين ديال بصح كيما قلت لكم، ولكن هذا جانب شعبي ديال كوالالمبور. فالمهم كانت هذه هي النهايه ديال هذه الجوله ديالنا في هذه المنطقه الشعبيه ديال كوالالمبور. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، بغيت نعطيكم واحد الجانب اخر او واحد النظره اخرى على انه اي بلاصه متحضره ضروري غتلقى واحد بلاصه بحال هذه ضروري. وبغيت نعطيكم واحد الوجه اخر ديال كوالالمبور، واحد الحاجه اللي ما كتشوفوهاش بزاف في يوتيوب. في اليوتيوب غتبقى تشوف كوالالمبور، غتشوف المولات، غتشوف البتروناس، غتشوف دوك البلايص اللي سياحيين، ولكن بحال هذا الشيء قليل اللي تلقاه كيبارطاجيه. المهم كنتمنى يكون عجبكم ونشوفكم فيديو جديد. باي. هذا غاكابونيس غاكابونيس وصافي الفيديو راه سالا، بغيت غنوريكم الشتا عاوتاني اللي بقات كطيح. قبيله شفت معايا اللي شدتني الشتا، جات عاوتاني الشمس وجهي عرق، دابا عاوتاني الشتا. واش يلاه في ظرف ساعتين واقيلا ولا ثلاث سوايع كيتبدل، ما كملش حتى ثلاث سوايع كيتبدل الجو بزاف ديال المرات. وجري جري ما بقى لي والو الا براسي فين ساكن، وهي تبدا كطيح بجد. واو.